بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي حضراتكم مهندس احمد شوقي السيد مرسي احد مزارع المدينه المنوره المملكه العربيه السعوديه. وفي شيء خطير طبعا انا كنت نوهت عنه من حوالي اسبوعين على حبوب اللقاح، ان الفن او العامل بيروح ايه قطع اخضر ويروح حطه في ميه زي ما احنا شايفين كده، ميه هنا، لكن ده بيعرض حبوب اللقاح للعفن، وما بي او عاده ده بيقع زي الغله ما بيبقاش حلو. لاحظوا هنا كده، ادي العفن اهو اهو، ولاحظوا هنا كده اهو، ده بينتقل للاناث فبالتالي ما ينفعش. شايفين الميه زي ما انا قلت قبل كده اهو اهو، فطريات بعد كده، وبعد كده تجيب حشرات. لا، انا عاوز اخد الكوز مجرد ما يفتح منه فتحه كده خلاص ابتدي بقى اخد منه، بيبقى كويس جدا. لكن ان هو مقفول وافتحه غصب عنه وهو لسه ما كملش النمو كده غلط، وده بيتنقل ايه للاناث. وبخسر شمروخ، بخسر شمروخ زهري عرجونه اهو كامل اهو. فانا الموضوع ده انا برفضه طبعا بصفه عامه، ويا ريت نخلي بالنا. لا، مجرد ما يفتح حتى الناس، الناس اللي بتروح فاتحه شقاه وحط نفس الحكايه بيعرضها للتلف، الا من رحم رب عدد منه كده بيكون يا دوبك. لكن الافضل سيبه لما يفتح، وبعدين قوم بعمليه التنبيت كمام الذكور، استنى لما يفتح وبعدين اربط عليه رابطه بالخوص وخد منه وكمل فتحه. لكن عمليه الميه دي زي انا قلت قبل كده بتعمل فطريات وبتبقى مش كويسه، وبتتنقل الايه الفطريات والحشرات للاناث. شكرا جزيلا طبعا، بالتالي بيبقى ايه شيس.